في كوبري سينا، حق محمد ابو حسن كوبري سينا. فجاه لقيت العربيه جايه من عند الكوبري اللي هو على الطريق ده بسرعه، يعني سرعه جنونيه، قطعت الطريق كده واجت دخلت على المحلات، خدت التنكات المويه بتاعت السباكه ودخلت على العربيه المدرشه قدام البيت ديت اللي هي موجوده، وخدت التندات وخدت العمود ودخلت. هذا مصور حلو 3 متر، ودخلت على الناس اللي قاعده في الكافتيريا، صابت 7 انفجار. الاصابات بتاعتهم ايه؟ في 2 حاله حيه، يعني كان شلوب هنا، يعني حالتهم صعبه شويه، ولسه احنا متصلين بيهم بيقول لك 2 يعني حالتهم صعبه شويه. بيتابع الماتش بتاع، الماتش كان شغال على الشاشه، وحضرتك شايف بينها وبين الطريق بتاع 30 متر، يعني مش على الطريق على طول. الطريق ده كل يوم عليه حواس، ان الطريق وسع زياده عن اللزوم. لو في عيل دلوقتي لسه حادثتين عند المستودع الغاز امبارح، عيل مصاب وفي العنايه المركزه من وسع الطريق، ان العيل بيجي يعدي ما بيلحقش يعدي الطريق، لان دي 4 حارات دلوقتي. ثانيا دلوقتي ما فيش نظام، لان الطريق دلوقتي مجابل، فرده واحده مجابل. لما اجي انا بدي اعدي ببص على يميني، ما بصش لشمالي، ما بص ألقى أي حاجة بشمالي ممكن تشيل. ولسه الصبح حادثة تانية برضه، طفلة عند مستودع الغاز برضه عربية شالتها بسبب مقابلة العربية مع بعضها.